بسم الله نستعين وعليه نتوكل منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. المتابعين في كل مكان أجمل تحية نحييكم من هذا الموقع من ميدان بوسمرة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة بناء على توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. تقام سباقات الهجن في جميع ميادين الدولة. نحتفل اليوم بسن اللقايا ضمن جائزة الديوان. أي مقام هنا بهذا اليوم صباحية يوم الجمعة تاريخ 6 من شهر 9 لعام 2019 للميلاد. بسم الله وعلى بركة الله تعلن أول انطلاقات هذا الصباح الشوط الأول الشوط الرئيسي لسن الابكار. اللقايه والمسافه هي 4 كيلومترات مستفتح هذا اليوم هذا الموسم الجديد موسم خير وبركه 2019-2020 للميلاد. نسير مع مقدمه هذا الشوط اول المنطلقات الباحثات عن الفوز والانتصار على مقدمة هذا الشوط. هذه الشامخة 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 على مقدمة الشوط سالم المهنا بن النوب المحرمي من يقدم لنا مع مقدمة هذا الشوط الشامخة بينما المركز الثاني وجود المركز الثاني هذه صرخة صرخة يا صرخة مع المركز الثاني يقدم لنا صرخة السيد محمد بن سيف بن محمد النيادي. ننتقل الآن مع المركز الثالث ثالث المراكز وثالث التحديات بهذا الشوط. نجد الان وصول واسم جديد ادخلت الان هذه قازية قازية مبارك بالخلفان بالمرة الشامسي بينما ننتقل الان الى المركز الرابع شاهينية سعيد بن محمد الكليلي الحامري الان وصلت مع المركز الرابع. انتقل الان مع المركز الخامس خامس المراكز وخامس التحديات متواجدة قازية قازية ايضا وصول هذه غازية ولكن هناك التغيير من قبل الشاهينية للسيد علي بن ساري بن علي المنصوري المركز الخامس متواجدة غازية مبارك بن خلوان الشامسي المركز السادس من الجهة الأخرى. هناك الدخول وهناك التسلل الآن هذه اللي واصلة سمحة سالم بن عيد للسيد سالم بن عيد بن سالم الراشدي سالم بن عبيد بن عيد الراشدي. انتقل الان الى المركز السابع سابع المراكز وسابع التحديات هذه الان وصول من قبل الان شعار عبد الله بن عمير عبد الله بن عنبر بن ذيب العامري دخلت الان. انتقل الان الى وين وصلنا مع المركز الثامن ثامن المراكز وثامن الاسماء ود وصلت ود علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري والمركز التاسع دخلت الان مع المركز التاسع العزومه علي بن عبد الله بن سيف الاكتبي والمركز العاشر
هذه العاشرة اللي عليها رقم 20، هذه معراض السيل بسعيد بن محمد بن زهرة الخيلي الخيلي. هذه النتيجة للعشرة في المراكز الأولى، عدينا العشرة المراكز الأولى. نسير على مقدمة هذا الشوط بعدما استعرضنا المراكز الخلفية، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نسير مع المركز الأول. هذه الآن اللي بدلت موازين الشوط، بدلت موازين الشوط، محتل المركز الأول. هذه صرخة، صرخة يا صرخة، محمد بالسيف بن محمد النيادي من يقدم لنا صرخة مع مقدمة هذا الشوط. بدأ التسيطر مع المركز الأول، ونقول نذكركم بدينا الآن نقادم لائحة الإعلان. الكيلو المتر الأخير، كيلو الامتحان، وصول آخر، وصلت الآن، وصلت الآن. هذه مزيونة، مزيونة أحمد بن سعيد بن محمد الكريلي العامري العامري مع مزيونة مع الوكن. وصلت الآن ادخلت ود علي بن حمود الظاهري مع المركز الثاني. المركز الثالث سعيد بن محمد الكريلي العامري، والمركز الرابع متواجد هلان هنا غازية لسيد مبارك بخلفان بن مطر الشامسي مع المركز الرابع، مع المركز الرابع. ونقول يا سلام وصلت الشامخة سالم بن محمد المحربي، ولكن بنروح هناك، بنروح على مقدمة الشوطة مع الثنتين، مع الثنتين. يا سلام يا سلام الخمسمائة متر الأخيرة، ونقول جولة الأوامر، جولة الأوامر يا شباب، جولة الأوامر. بنروح وين؟ راحت ود، راحت ود على مقدمة الشوطة علي بن حمود، علي بن حمود الظاهري من يقدم لنا ود مع الشوط الاول. سلام عليك سلام، سلام يا بن حمود سلام، سلام يا ود سلام. راح بن حمود، بدا الشوط يقود، بدات ود الان، بدات الان تفرق الصفوف، تقادل بالفوز. سلام بن حمود سلام، سلام يا علي بن حمود يا ظهري من يقدم لنا ود مع الشوط الاول، مع الشوط الرئيسي. هذه لحظات الوصول الى خط النهايه، معلن الفوز ومعلن الانجاز مع الشوط الاول. المركز الثاني وصلت فلان مع المركز الثاني مع الرمق الاخير. هذه صرخه لمحمد بسيب بن محمد النيادي. المركز الثالث وصلت في مزيونه للسيد سعيد بن محمد الكليلي. المركز الثالث للسيد سعيد بن حمد بن اروان النيادي. المركز الرابع سعيد بن محمد الكليلي العامري. المركز الخامس التوقيت الزمني 6:17:20 من الثانية. تسجل معنا ود مع الشوط الأول الرئيسي. نقدم الثانية علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري على فوز ود مع الشوط الأول.